تفضلي يا فندم. طبعا طبعا. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور والهنا والسعاده يا فندم. بسم الله ما شاء الله تبارك الله فعلا بجد ما شاء الله. يعني بنت حضرتك دي ربنا يبارك لك فيها. يا ترى بقى البنوته الاموره دي مخطوبه يا فندم؟ لا لسه كده. بس ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يا رب يكرمها وان شاء الله باذن الله كرم ربنا هيبقى على ايدي باذن الله. ربنا يكرمها لك. جوازك من دول بيبقى صعب شويه والشباب يعني عمالين يفعلوا وكده. لا فعلا والله عند حضرتك حق. بس لو اقول لحضرتك انا عندي عريس اقسم بالله ما شاء الله ربنا يجعله من نصيبها والله. يا رب يبقى من نصيبها. يا رب والله العظيم. يعني ويا بخت من وفق راسين في الحلال. يعني حضرتك انت فاهماني. ان شاء الله. وبتدرس ايه بقى؟ قولي سياحه. سياحه كمان. سياحه وفنادق. طلبوا طلب العريس. سبحان الله. سبحان الله والله. يعني حاجه ده ربنا. دي بقى الاقدار والاسباب اللي بيسببها ربنا سبحانه وتعالى. وانت اسمك ايه يا عسوله؟ اسمي بسنت. بسنت كمان اسمك بسنت. لا ده كده في حاجه مش مظبوطه بقى. كده في حاجه رباني مش قادره اتخيل. ده هو طالب الاسم ده كمان. سبحان الله. ايه السوده بالسعيده دي؟ هو قال لي اي حد اسمه يبدا بده. سبحان الله. بسنت وسياحه وفنادق. سبحان الله. شوف السوده بالسعيده. انت برج ايه؟ اوعي بقى تفاجئيني بقى. لا بقى انا هنزل من العرب. انا هنزل من العرب. مش كده بقى. سبحان الله. البرج بتاع حضرتك يتماشى مع برج كمان. هو برج الفار. بس البرج الصيني. في طبعا برج فار وفي اللي هو بيتماشى مع القوس. الفار الصيني اللي هو القوس الهندي. لا بقى سبحان الله. العريس بيتصل. الولد اللي بيدور على عروسه بيتصل. ولد مهندس محترم ان شاء الله. زنجي المنظر ولكنه وحش التفكير. ان شاء الله. الو مساء الخير. ازيك يا باشمهندس يا سكر؟ وحشتني جدا. وعايز اقول لك ان ربنا بيحبك بجد. اقول لك ليه بقى؟ لان ربنا بعت لك طلبك عندي ومعايا دلوقتي. بسم الله ما شاء الله. العيون العيون عسلي. ال 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 الشعر اسود داكن ما شاء الله. تبر البق بيتكلم احلى كلام. بتقول كلام زي السكر يا فندم؟ طبعا. لا ما شاء ال زي ما طلب. يلا 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 هعدي اخدك معي. باي 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 باي. حضرتك بتهزر ولا بتتكلم بجد؟ يا فندم هو الجواز لا الجواز ما فيهوش يا فندم هزار يا فندم. يا فندم ده يا بخت من وفق راسين في الحلال. اوكي ماشي. هو خلاص اتعلمها يا ستي. مش هنقول له حاجه. قال ان هي ان انا عايزه اتجوزها دلوقتي. هقول لحضرتك حاجه يا فندم. يا فندم نشوف العريس. مش هنخسر حاجه. ماشي نشوف فين. مش هنخسر حاجه. انا عايز نعمل ايه؟ مش فاهمه. تاكسي يعني ولا ننزل نقابله ولا ايه؟ التاكسي. احنا دلوقتي فين في التاكسي؟ مش في الصالون؟ الصالون وانت مش عايزه تتجوزي جوازه ان حب يبقى اتجوزي جواز صالونات. هو حضرتك ساكن في العباسيه؟ لا انا ساكن في المريوطيه. لا اصل واضح ان كلام حضرتك كله جاي من الظاهر ان حضرتك ما سمعتيش عني قبل كده ولا على السوشيال ميديا ولا على اي حاجه لان انا اسمي خميس. خميس؟ خميس مستر خميس ملك التدبيس قصدي ملك التجويز يعني كده. انا عندي صفحه. انا عندي صفحه على الفيسبوك وصفحه على الانستجرام اسمها تلاقي الاحبه. تلاقي الاحبه من ورا اي دبه. دي معروفه. البيج دي معروفه جدا لان انا دائما بوفق الروس في الروس في الحلقه. طيب كله لله والله. يعني ربنا كريم. المفاجاه الكبيره اللي عملها حضرتك بقى. تمام. مش مهندس ميسيو خميس. اركب ميسيو خميس. اركب يا حبيب ميسيو خميس. ميسيو خميس وحشتني حبيبي. ميسيو خميس. ايه ده حضرتك؟ ده حضرتك اتكلمت عليه. احنا قلت لسه قايل لحضرتك. احنا مفكرينك بتهزر وبجدك على قد عقلك وعايزين يعني نمشي بسرعه عشان مستعجلين يا فندم. احنا في الطريق. هو مش ده طيب جدا. ماشي
ماشي والله. طيب بص ولد 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 انت عايز عمو ميسا؟ ميسي خميس. انت موت في عمو ميسا؟ ميسي خميس. انت تحب تنزل يوم؟ يوم الخميس. انت تحب تلعب يوم؟ الخميس. انت تحب تروح مع مين؟ ميسي خميس. انت تحب جوازة مين؟ ميسي خميس. العريس يا جميلة. انا احب العروسة. هي تحبك. انا احبك. يا عروسة احبك. انا احب العروسة. انت احب عروسة جميلة محترمة عدوبة عسولة. جميلة. انت احب عدوبة عسولة. جميلة عسولة. انت كنت معاك فلوسك؟ انا كل حاجة جاهزة ميسي خميس. بسم الله. ايه دي شبكة جميلة؟ الشبكة ميسي خميس. بس طب بص بقى يا فندم انا بس هوري حضرتك حاجة بسيطة قوي. طب حضرتك اسمعيني لحظة. مش فاضيين. يا فندم احنا ماشيين. بص يا فندم. دي الشبكة. دي الشبكة ممكن حضرتك بس اللي حمادة جابها. انا مركز. دي الشبكة حضرتك اتفرجي. دي فيلة حمادة. دي فيلة حمادة في الساحل. دي فيلة حمادة في التجمع. ده الفستان اللي حمادة. ده الفستان ده يا فندم الفستان اللي حمادة عايز يلبسه لعروسته. ولا حمادة كلب انت حب مين؟ ولا حمادة انت كلب حب مين؟ ولا حمادة انت كلب حب مين؟ ولا حمادة انت حب عروسة؟ جميلة ابو خميس. انت جميلة عروسة دي؟ لا ما فيش لمس. نوتات نوتات ايدك قلنا نوتات. اركن بقى على جنب. لا يا فندم ابو خميس. لا اركن بقى. لا يا فندم لا لا اسمع ابو خميس. هو عايز هو عايز هو بصي اقول لك على حاجه. هو ليه طريقه كده بيهدى بيها. استنى كده. لا بس ما الايد ما تتمدش لو سمحت. ابو خميس ما تتمدش. ثانيه واحده مفيش مد. شو رحلت حب النينو اي كرست النينو نط تلات نطات نط تلات نطات. بس خلاص بقى خلاص نقعد محترمين عشان عمو خميس. اوكي عمو خميس. انا ممكن لو سمحت نمشي فندم. لحظه واحده في جواز. لا خلاص لا ولد لا تلميش فلوس على تلميش فلوس على طنط. جوازه ايه يا حضرتك؟ الشبكه جاهزه يا فندم. لو سمحت يا تمشي يا هطلب لك فلوس النجم. بوليس مجد ايه يا فندم؟ معلش حضرتك بتقوري قوي يا فندم. انا جايب لك العريس لحد عندك وعامل لك جوازه. يعني ده ما بيحصلش في حياتي. ده بيحصل فين النهارده في مصر؟ معلش ايه اللي بيحصل فين؟ بيحصل فين؟ بنوته صغيره حلوه تتجوز. انت ليه ليه كده؟ لو سمحت ليه الولد بيحب البنت والبنت اعجبت بالولد باين في عينيها واعجبتي بيه باين في عينيكي. بص في عينيها. بص في عينيه. بص في عينيه. بص في عينيه. بسم الله ما شاء الله. قمر انا ما تضطرنيش انزل يعني هوريك انا ممكن اعمل فيك ايه يا فندم. يا فندم ليه بتمنعي؟ ويعني ايه وش قدام؟ مفيش مشكله حضرتك قبل ما تنزلي. انا اسف لحظه واحده. في 1000 جنيه ثانيه واحده. 1000 جنيه رسوم. بعد اذنك اقفلي الباب بدل ما هطلع انا. في 1000 جنيه رسوم. عشان ايه؟ عشان ايه؟ هو انا اللي بعمله ده يا فندم ايه فور فري؟ لا يا فندم البروجرام عندي كده. لا يا فندم بعد ما جبت العريس وبعد لا دي فلوسه هو. انا في 1000 جنيه عند حضرتك. انت بتمد ايدك ليه؟ حضرتك بتمد ايدك. ده انا ممكن دلوقتي اقسم بالله ولا انا والله العظيم والمصحف. حضرتك بتدمري مستقبل بنتي. انت راجل بقى صحيح؟ اقعد. انا راجل. بس حضرتك بقى حضرتك ازاي الحاله دي ولا مش عارف ازاي ولا مش عارف صاحبات ازاي يتفرجوا وبتاع ويعرفوا ان انت يعني ابو خميس. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكل حضرتك مش غريب عليا خالص. ممكن تبقي عندي على البيج بتاعتي على الفيس. انا البيج بتاعتي على الفيس اسمها خميس للاسف. از انجيجد. لا عندي واتساب بس كده. ايمو انستغرام. يبقى انت ممكن عندي على البيج على انستغرام. ايوه اكيد. انا يعني ربنا بيجعلني سبب ان انا اوفق راسين في الحلال دايما. اسم حضرتك ايه؟ سمر. سمر. استاذه سمر. استاذه سمر انت زي القمر ما شاء الله. تسلم يا رب. مجامله والله. لا خالص. حضرتك يا ترى متجوزه مخطوبه؟ لا. ما شاء الله قمرايا والله. وان شاء الله باذن الله تسلم يا رب. ربنا يجعل الموضوع على ايد خميس ملك التلبيس. بس انا مش بفكر في الموضوع ده خالص. لا خالص ما بتجيش كده. ما بتجيش كده خالص. بس ان شاء الله. ربنا موضوع مش عندي ولا عندك. موضوع ربنا اراد. ربنا سبحان الله. والله يا بنتي انت يعني ربنا بيحبك. اساليني ليه؟ ليه بقى؟ عندي ولد عريس مهندس اسطوري اسطوري محترم ادب اخلاق بيدور على بنت برج الثور.
سبحان الله. وبنت ده بصي المفاجأة ده ربك والله العظيم ربنا قال لي برج الثور. اه الثور سبحان الله. لا مش كده بس انا هفاجئك. قال لي عايز واحده اسمها بيبدا بحرف السين زي ما يكون بيشاور عليكي. لا والله العظيم سبحانك يا رب سبحان الله والله. يا نهار ابيض يا نهار والله العظيم جسمي بقى ايمان. هو اللي بيتصل. والله العظيم. الو ولد يا حمادة عندي ليك مفاجأة. مواصفات كلها اللي انت عايزها. الشعر البلوند العيون الدبلي الحاجة اللي يعني ما حدش يبص لها. ما شاء الله. انا عايز اوصل البيت عندي. ماشي يلا 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 سلام. العظيم يا سمر اقسم بالله ولا ليك هلفان عليا وكأني اعرفك من 35 دقيقة. والله اكني اعرفك من 35 دقيقة. عمر زمن. انت عارفه رزقك فين؟ لا طبعا. طب بس بقى خلص الكلام. الكلام هنا انتهى. انا بتعمل كده ليه؟ جسمي مقشعر. اشعر ليه يعني؟ جسمي مقشعر من الروحانيات. سبحان الله. في حاجه عندك؟ لا الولد مش طبيعي. الولد الولد عايز واحده بحرف السين. عايز واحده برج الثور. عايز واحده شعرها اسود. هتوصل اهو يا فندم هتوصلي البيت. هو ايه اللي انت ولد حماده اركبي يلا عمك تاني. ايه ده لو سمحت انا عايزه اوصل البيت. هتوصلي عبيط؟ لا ايه العبيط دي؟ ليه كده عبيط ليه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ولا اي حاجه ده العريس اهو. عروسه انت مالك كلب. انت حب مين؟ انت حب مين وموت في مين؟ بابا انت هتلعب كوره امتى؟ ماما خميس. لا انتوا عايزين قله الادب بقى. مش قله الادب. ممكن توقفوني اخد بعضي وامشي؟ لا حضرتك ده عريسك. عريس مين؟ انا قلت لك يا توصلني يا تنزلني. لحظة واحدة. مش عبطة وهبالة. ولا عبطة ولا هبالة. دي شقته. انا شفت حقلع اللي في رجلي واديك بيها. لا تدي ايه بس؟ ايه ده كده والله العظيم. عارفة مصلحتك. حقلع اللي في رجلي واديك بيها. لا لا انت كده مش فاهمة مصلحتك فين. انت عبيط ولا ايه؟ انت عبيط. خدي شوفي بقى كل حاجة. خدي شوفي الفيلا. شوفي الفيلا. اجلع انت عبيط يا ابني. دي شقة شقة فلوس شقة. نزلني نزلني بطل عبطة. بطل عبطة؟ لا بصي انت مش فاهمة مصلحتك. والله العظيم ثلاثة عند اقرب اسمها. ايه الجيل الرسمي ده؟ طب بصي حضرتك مفيش نزول. لحظة واحدة. ايه اصوت الم عليكم امي تلاقي لا 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 صوتي. وريني سعر وصول 1000 جنيه عند الاسم ونزلني. 1000 جنيه 1000 جنيه. انا اجيب العريس لحد هنا. رجلي واديك بيه اقسم بالله. ترمي نفسك. انا جايب لك عريس. جايب لك عريس. عريس مين الجنيه الرسم؟ انت مجانين ولا ايه؟ عريس متريق ولا كلب. انت احب اقفل الباب. مفيش نزول. اقفل بابك. خد هنا بس عيب. ما ينفعش اقفل الباب. اقفل الباب. لحظة واحدة بقى. انت دلوقتي عبيط ايه؟ انت عليكي 1000 جنيه. فين يا امارات؟ اخر الشارع. اخر الشارع؟ اوكي. بسم الله ما شاء الله. عساسين اخوك الصغير؟ ربنا يا رب يخليهولك. ويخليك. اسمك ايه؟ يوسف. ما شاء الله يا يوسف. قمر يا يوسف. ما شاء الله عليك يا ولد. اسم حضرتك؟ مريم. مريم ويوسف ما شاء الله. ويا ترى انت بتدرسي يا قمر؟ ايوه. سنه كام؟ ثالثه سنه. بسم الله ما شاء الله. مش باين عليكي خالص. بسم الله مش باين عليكي مثلا. لا يعني باين عليكي مثلا رابعه كليه. انت برج ايه؟ الحوت. والله عندي ولد عريس ليكي. بسم الله ما شاء الله. متفصل عليك ونفسه بنت برج الحوت وتكون لسه صغنطوطه كده لسه بتدرس وما عندوش مشكله على فكره خالص في ان هو تكملي دراستك عادي جدا. والله مهندس زي الفل. ماله عادي دلوقتي. طبعا اكيد انت سمعتي عني. انا اسمي خميس مستر خميس ملك التلبيس. انا عندي بيج على الفيسبوك معروفه اسمها جوزني يابا احسن هعيش واموت في وسط الغلابه. اهو تعال يا ولد. مسيو خميس اركب حماده. اركب حماده. انت ولد حماده. مسيو خميس. تحب مين؟ مسيو خميس. بجد بقى؟ ايوه بتكلم. ده عريس جميل. ده حماده. ثانيه واحده. ثانيه واحده.
انت ولا عيب مين انت؟ عيب ابو خميس. اذا كنت بدك ام ابو خميس مين ينزلك يوم ايه؟ ابو الخميس. انت تحب تاكل شوكولاتك فين؟ يوم الخميس مع ابو خميس. بتحب تلعب فين؟ في الخميس. بتلعب مع مين؟ مع ابو خميس. جدع، برافو عليك. تحب عروسة مين؟ عروسة ابو خميس. دي عروسة حلوة ولا لا؟ انا جبت عروسة مين ولا كلمة انت؟ انت كلمة انت طلبك ولا مش طلبك؟ هو ابو خميس. انت فلوس. ابو خميس. ابو خميس. ده مش هزار يا جماعه. ابو خميس. اركن على جنب. لا اركن ليه؟ لا لا يعني ايه اركن على جنب؟ ليه فلوس ايه؟ شبكه ايه يا عم؟ ايه ده؟ صفقه ايه ده؟ ايه ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ لا 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 لحظه حبيبي يوسف. ايه ده حبيبي؟ ايه ده؟ ده جوز اختك ان شاء الله في المستقبل. اختك ايه يا عم؟ في المستقبل. بستقبل بستقبل ايه؟ انا اتجوز ده؟ ماله ده؟ ده بسم الله ما شاء الله. ده بصي ده بصي ايه اللي بسم الله ما شاء الله؟ بسم الله ما شاء الله. ده اسمه عريض المنكبين، له شارب يقف الصقر عليه. يا نهار اسود، يا نهار اسود. اصلع الدلخه ده موجود النهارده في منه. يا عم انت بتستقبل ايه؟ بنتي بستقبل ايه؟ بنت عيب. ام خميس. ام خميس. الهبل الهبل هناك في الجبل. نزلني لو سمحت. مفيش نزول. نزلني. ولد ولد اسمه ام خميس. شد اللب. يا ايه يا عم ايه؟ دي فلوس، ده محفظة. مش عايزين حاجة، احنا عايزين ننزل. مفيش نزول. تنزلي تدفعي تأشيرة ان انا اجيب لك العريس لحد هنا. انت مش عارفة مصلحتك فين. انا يا عم اتجوز ده؟ انت عارف انا بنت مين؟ بنت مين؟ ايه اللي بنت مين؟ مش عارف ولا ايه؟ لا معرفش والله. يا حضرتك ممكن تعرفيني. انا معرفش. بلد الكلب سركل ام. انت ولد الكلب. انت ولد ابو خميس. انت اوزنو. انت اوزنو. اوزنو. ايدك ليتا فورو ست ليتا. اتجوز 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 اتجوز. معاها فلوس؟ لا طبعا معاها فلوس. بص تعالي اوريكي حاجه. بصي بقى ايه ده؟ القصر بتاعه في مارينا. ده فستان فرحك يا هانم. فستان فرحك ده، فيلته دي تتسال الحاجات دي. لا طبعا يا عم. انت مش هتنزلي من العربيه غير لما تدفعي الرسوم بتاعت الجواز. رسوم الجواز 1000 جنيه يا جدعان. الحقوني. 1000 جنيه رسوم الجواز يا جدعان. الحقوا. اوعى تتنطش. الحقوني بس. الحقوني يا جدعان. مفيش حد. استني يا عم. مفيش حد نزلك يا عم. هننزل يا عم. نزل يا عم. انت بتمد ايدك عليا عشان انا راجل صغير. انت بتعمله ده؟ انا راجل صغير وانت راجل كبير. انا راجل كبير وانت راجل. لو سمحت يا جدعان الحقونا. بس مفيش حد يلحقك ولا حاجه. حلكوش احنا كنا بنهزر معاكي. كل ده كان متصور. كل ده كنا بنصوره. انتوا برنامج كاميرا خفيه كريزي تاكسي. الكاميرا مش اهي. بجد؟ بنهزر معاك على فكره. دي كل ده هزار ولا في عم خميس ولا عم جمعه؟ انا عادي اهو جدا. مش عادي. نذيع ولا ما نذيعش؟